الإذاعات العشائرية لم يسلب منها حي ولا ميت. نعم، حتى الميت مطارد عشائريا في العراق ما بعد 2003، وليست لديه حرمة كما نصت بذلك الشرائع السماوية. هناك خلاف عشائري أدى إلى أن يقوم أشخاص بتهديم قبر شخص من عشيرة أخرى لينتهي الحال بذويه إلى ما ستشاهدون، وكأنه مات مرتين بعد مشاهدتهم لحال قبره بعد التهديم. ما الفرق بين ميليشيات تحمل السلاح وعشيرة تحمل السلاح؟ في النهاية كلها ميليشيات، كلها تحمل السلاح خارج إطار ونطاق القانون، وكلها تتصرف بحريتها في ظل غياب القانون الذي يحاسب والذي يجرم حمل السلاح بدون ترخيص وبطرق عشوائية، ويصل إلى بعض العشائر حتى أو في بعض العشائر إلى سلاح متوسط وثقيل لدى البعض. كيف وصلت هذه الأسلحة إلى هذه الجماعات التي تسمى عشائر كانت أو ميليشيات مسلحة تغتال فرق موت وغيرها؟ كلها في النهاية تثير الرعب والهلع في نفوس المواطنين وفي صفوفهم في الشارع العراقي.